بعد عامين على انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل، مخطط عبارة عن يستولي الحوثيين على الحكومة، يأتي الإيرانيون خلفهم ويحولون اليمن إلى قاعدة عسكرية إيرانية، منها ينطلق الاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية. أرقام وإحصائيات تكشف لأول مرة. هل يمكننا اعتبار أنه بعد سنتين من قيام عاصفة الحزم وإعادة الأمل أنه أصبحنا اليوم أكثر أمناً؟ اليوم في اليمن القاعدة خسرت أكثر من 800 عنصر من عناصرها بما فيهم قادة. مستشار وزير الدفاع السعودي اللواء أحمد عسيري. إحدى أهداف التحالف هو تخليص المواطن اليمني من الميليشيات الإنقلابية. مع تركي الدخيل. بصيغة أخرى، لماذا استمرت الحرب عامين؟ الأحد السابعة على شاشة العربية.